قد تعتقد أن حجم الأرض هائل، لكن الشمس تختزن حوالي 99.9% من الكتلة الإجمالية للنظام الشمسي، وبقية الكتلة هي الكواكب وأقمارها والكويكبات والمذنبات والغازات والغبار. تبعد الشمس عن الأرض مسافة 150 مليون كيلومتر، لكنها تبقي كوكبنا دافئاً طوال الوقت، وتبلغ درجة حرارتها حوالي 5537 درجة مئوية. ومع ذلك فالفضاء حولها قارس البرودة، ولفهم السبب من المهم التمييز بين الحرارة ودرجة الحرارة. الحرارة هي الطاقة داخل الجسم، في المقابل درجة الحرارة هي المقياس الذي يخبرنا بأن هذا الجسم ساخن أو بارد. ترتفع درجة حرارة الجسم عندما تنتقل الحرارة إليه، وتنخفض عندما يفقد الحرارة. تنتقل الحرارة بثلاث وسائل مختلفة تصدر من الشمس عبر الإشعاع، وهذا يعني أنها تبعث الحرارة على شكل ضوء، كما تنبعث الحرارة من جسمك أيضاً مثل موجات الأشعة تحت الحمراء، وبسببها تستطيع كاميرات التصوير الحراري رصد الإنسان في غرفة حالكة الظلام، وكلما زادت سخونة الجسم زادت الحرارة التي يطلقها. لا تؤثر درجة الحرارة إلا على المادة، ولأن الفضاء فراغ في الغالب فإنه لا يحتوي على جزيئات كافية لنقل الحرارة بأي طريقة عدا الإشعاع. عندما تصل الحرارة القادمة من الشمس إلى جسم معين تمتص ذراته الطاقة، لكن لا يمكن للحرارة الانتقال لعدم وجود مادة في الفضاء. تقوم الذرات والجزيئات النادرة في الفضاء بامتصاص الحرارة وتبقى على حالها، فيظل الفراغ البارد بارداً. يحتوي غلاف الأرض الجوي على كمية هائلة من المادة، وهذا يسهل انتقال طاقة الشمس، لكن لو وضعت جسماً خارج غلاف الأرض الجوي في ضوء الشمس المباشر ستصل درجة حرارته إلى 120 درجة مئوية، لأن مادته مكونة من ذرات وجزيئات. تبلغ درجة حرارة الفضاء 270 درجة مئوية تحت الصفر، وهذا يعني أن الفضاء قد يحرقك أو يجمدك بناء على مكانك. وفي الواقع ليست الشمس صفراء اللون، إنها تبعث ضوءا في أطوال موجية واسعة الطيف، ويمكننا معرفة درجة حرارتها ولونها من ذروة طيفها. على سبيل المثال تبدو النجوم الباردة حمراء اللون، والنجوم الساخنة زرقاء اللون، والنجوم المعتدلة بألوان صفراء وبرتقالية وبيضاء. وبالنسبة للشمس يبلغ الطيف ذروته عند الطول الموجي للون الأخضر، لكن أعيننا تراه بلون مختلف، وهكذا يبدو هذا اللون الأخضر مع بقية الأطوال الموجية من الطيف أبيض للعين البشرية. ترى أعيننا الشمس صفراء اللون لأن غلاف الأرض الجوي يشتت الضوء الأزرق بصورة أكثر فعالية من الضوء الأحمر، وعند شروق الشمس وغروبها تزيد كمية الضوء الأحمر في طيف الشمس مما يمنحها منظرا بديعا. البقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس المرئي تتميز بأنها أبرد بكثير في المتوسط من الشمس نفسها، وتتداخل هذه البقع مع أجزاء بمجال مغناطيسي عال ولا تسمح بإطلاق الحرارة إلى سطح الشمس المرئي، ونتيجة لذلك يصبح سطح الشمس أكثر سطوعاً بثلاث مرات من البقع الشمسية، وبسبب هذا التباين تبدو البقع شبه سوداء. لو تمكننا من نقل بقعة شمسية من سطح الشمس إلى مكان آخر في سماء الليل فستبدو مختلفة، وستسطع مثل القمر عند رؤيته من الأرض. تدور كل كواكب نظامنا الشمسي في نفس الاتجاه لأنها تشكلت من نفس السحابات الكوكبية الأولية باستثناء أورانوس والزهرة. الراجح أنهما تعرضا لصدمة قوية تسببت في دورانهما في الاتجاه المعاكس، لكن القصة مختلفة مع المجرات. لا تتكون المجرات من نفس سحابة الغبار والجزيئات، ولا تتوزع بشكل عشوائي عبر الفضاء، بل تأتي في شعيرات. هذه خيوط كثيفة ورفيعة من المادة المظلمة وفراغات في المجرات تربط قوى الجاذبية بين المجرات الأولية في مناطق فضائية صغيرة، وقد يكون هذا السبب وراء توزع المادة المظلمة في كافة أنحاء الكون. تتحرك المادة في الشعيرات بحركة لولبية وتتجه نحو المنطقة الأكثف، لذا قد تميل المجرات إلى الدوران في اتجاه مشترك، لكنه عشوائي في الغالب. هناك احتمال بأن نرى مصعداً قمرياً في المستقبل، أجل، مصعد مثبت على سطح القمر بطول 402,336 كيلومتر، لكننا لن نتمكن من توصيله بالأرض مباشرة لأن الأرض والقمر في حركة مستمرة. يمكننا توصيل طرفه في مكان مرتفع من مدار الأرض. يعتقد بعض العلماء أن بناء هذا المصعد ممكن، وسيكلف بضع مليارات الدولارات. القمر غني بموارد يمكننا الاستفادة منها. على سبيل المثال عثرنا على نوع نادر من الهيليوم يمكن استخدامه في محطات توليد الطاقة الاندماجية على الأرض،
كما يمكننا استخدام بعض عناصره النادرة في الهواتف الذكية والإلكترونيات. وهكذا بعد إتمام 53 رحلة سيغطي المصعد تكاليفه. سماكة هذا المصعد ستعادل سماكة قلم رصاص، لكن وزنه سيبلغ 40 طناً، ويمكن صنعه من مواد متوفرة على الأرض دون الحاجة للجوء لاختراعات جديدة. قد نتمكن من صنع مصعدين توأم. سترفع مركبة فضائية المصعد من سطح الأرض إلى محطة فضائية، ثم سيقذف نحو القمر، وسيقوم مصعد آخر بإنزاله على سطح القمر. مدارات الكواكب في نظامنا الشمسي مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن ربما وقعت حوادث اصطدام بين الكواكب الغازية في بداية تشكل النظام الكوكبي عند حدوث تصادم مباشر يندمج العملاقان الغازيان، لكن لا ينتهي بهما المطاف بفقدان كتلتهما أو المادة في الغلاف الغازي أو قلب الكوكب. إن وقع اصطدام كهذا بسرعة أعلى سيتسبب في فقدان أغلب غاز الغلاف، وإن حدث هذا بسرعة فائقة سيختفي الكوكبان. لكن السيناريو سيختلف إن لم يكن التصادم مباشراً. في حال تمكنت النواتان من تجنب ملامسة بعضهما تماماً، فلن يندمج العملاقان الغازيان، لكنهما سيفقدان جزءاً من الكتلة، وقد يتغير شكلهما نتيجة لهذا الاصطدام. اكتشف علماء الفلك مجرة بعيدة جداً تشبه درب التبانة، نحن نراها الآن بشكلها الذي اتخذته عندما كان عمر الكون 1.4 مليار سنة فقط. يبلغ عمر الكون الآن 13.8 مليار سنة، فقد استغرق وصول الضوء من هذه المجرة إلى كوكبنا أكثر من 12 مليار سنة. هذه المجرة هادئة ومستقرة وغير فوضوية على نحو مفاجئ، على عكس المجرات الأخرى التي سادها الاضطراب في مراحلها الأولى. لمغادرة درب التبانة يجب علينا قطع مسافة 25 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة، أو 500 سنة ضوئية بشكل عمودي. مجرتنا عبارة عن قرص نجمي يمتد على قطر 100 ألف سنة ضوئية، وتبلغ سماكته 1000 سنة ضوئية. نجم مجرتنا المركزي أو الشمس يقع في منتصف المسافة في مركز المجرة، وبالقرب من منتصف القرص في الاتجاه العمودي. عند مغادرة المجرة سيتوجب علينا تجاوز حافتها للابتعاد عن الهالة المحيطة بدرب التبانة، وهي عبارة عن نجوم قديمة وغازات منتشرة وعناقيد نجمية مغلقة. وإن أردت الذهاب لمسافة أبعد من ذلك لرؤية درب التبانة، فيجب عليك قطع مسافة 48 ألف سنة ضوئية بشكل عمودي، وفي الوقت الحالي لا يوجد تلسكوب يمكننا إرساله إلى هناك. تقوم بعض النجوم المركزية بالتهام الكواكب، لكن نظامنا الشمسي مستقر بخلاف الأنظمة الكوكبية الأخرى، لذا لا داعي للقلق من قيام كوكبنا أو كوكب آخر بتغيير مداره والتوجه ناحية الشمس. في المقابل ما لا يقل عن ربع الأنظمة الكوكبية ذات النجوم المركزية الشبيهة بالشمس ماضيها فوضوي للغاية. في بعض الأنظمة تجولت الكواكب بشكل عشوائي، وتسببت حركتها المفاجئة في تعطيل مسارات الكواكب الأخرى أو دفعها خارج مداراتها، وهذا يعني احتمالية سقوط بعض الكواكب في النجم المركزي. وعندما يحدث ذلك يذوب الكوكب في طبقة النجم الخارجية فيلتهمه النجم ويقضي عليه. إننا في 27 من سبتمبر من سنة 1977، تجلس للهو بأول جهاز ألعاب على الإطلاق صدر في أمريكا الشمالية. تخرج من منزلك وترى حيك ينتظر انطلاق فوياجر 1. اليوم مشمس وتعتصر عينيك قليلا لتحاول رؤية ما يجري. تعيش في حي خارج محطة الإطلاق بالضبط. أحضرت بعض الطعام لتشاهد فوياجر تنطلق في الفضاء أمام مرأى من الجميع. تنبهر بالمشهد لدرجة أنك تقرر تكريس مسيرتك المهنية للعمل في وكالة ناسا. بعد 35 سنة صرت اليوم برتبة مسؤول في وكالة ناسا متخصص في فوياجر 1. والآن نحن في سنة 2012، تجلس في وحدة التحكم مع زملائك في العمل. يحدق الجميع في شاشات حواسيبهم بينما يعملون على فوياجر. تجلس في الأعلى تشرف على كل شيء وتحرص على أن جميع الأنظمة تعمل بالشكل الصحيح. هذا يوم مميز بالنسبة لفوياجر 1 بما أنها على وشك الخروج من الغلاف الشمسي، وهو الغلاف الخارجي لنظامنا الشمسي. إنه فقاعة فضائية تتأثر بالرياح الشمسية التي تأتينا من الشمس. بحلول سنة 2021
ابتعدت المركبة عن كوكبنا الأرض 22.5 مليار كيلومتر، أي ما يعادل 153 وحدة فلكية عن الشمس. تعادل الوحدة الفلكية المسافة بين الشمس والأرض. كان يفترض بالمركبة في الأصل التحليق عبر أورانوس وزحل والمشتري وأن تتراقص بين الكواكب بالاعتماد على قوة الجاذبية. ينتظر الجميع على أحر من الجمر خروجها من الغلاف الشمسي. 1، 2، 3، وها قد خرجت أخيراً، وجميع الأنظمة تعمل جيداً دون أي خلل. تمدح فريقك لعملهم الممتاز. مع ابتعاد فوياجر واحد كل هذه المسافة، لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه في الفضاء. كنت فتى شابا ذات مرة تشاهد انطلاق المركبة، وأنت اليوم الشخص المسؤول عن المهمة برمتها. بعد 9 سنوات، بما أن فوياجر واحد غادرت الغلاف الشمسي، يتوجب عليك الآن تفقدها بين الفينة والأخرى، وأن تحرص على أن جميع أنظمتها ووظائفها سليمة. لا تنفك المركبة ترسل المقاييس من الوسط بين نجمي، وهو المنطقة بين النجوم في مجرتنا، وتتكون من المواد المؤينة. المؤين نسخة مبسطة لجزيء أو مادة. الوسط بين نجمي هو بلازما مشحونة كهربائيا أو مؤينة، وهو غير مستقر. الأمر أشبه بالانتقال من برق في عاصفة رعدية إلى أمطار هادئة في غضون ثوان. البلازما في الفضاء تختلف عن البلازما على الأرض في أنه يصعب تصفيتها. ثمة حوالي 6% ذرة لكل 16 سنتيمتر مكعب في الوسط بين نجمي. يحتوي الهواء الذي نتنفسه على الأرض على مليارات الذرات. عبر قياس البلازما في الوسط بين نجمي، يمكننا فهم سلوك وبنية المواد الكيميائية والغازات بشكل أعمق. من الممكن أن الأكسجين الذي نعرفه ونحبه على سطح الأرض مختلف عن الأكسجين في الفضاء. إحدى مهامك الأساسية هي فهم المزيد عن التفاعلات بين الرياح الشمسية والوسط بين نجمي التي توجد الغلاف الشمسي. لذا بعد القيام ببعض الفحوصات المعتادة وغيرها من أعمال الصيانة على فوياجر واحد من غرفة التحكم، تلاحظ شيئاً غريباً يأتيك من الشاشة. تجلس أمام الحاسوب، تحسب عدد اهتزازات البلازما وتحولها إلى ملف صوتي من حوالي 3 كيلو هيرتز. تضغط عليه وتصغي إلى همهمة مفاجئة وغريبة. تتفاجأ أنت وأعضاء الفريق لدى سماع الاهتزازات بمثل هذا التردد المنخفض. نظرا لأن الفضاء فسيح جدا، فشيء كهذا يعني بأن هناك حياة على سطح الكواكب الأخرى. يهرع كل واحد في المحطة إلى وحدة التحكم للاستماع إلى ذلك الصوت من الفضاء الخارجي. إنه رتيب وخافت، لكن لابد من أنه يأتينا من خارج الغلاف الشمسي. تراجع الأعداد مرارا وتكرارا لتحرص على أنها ليست مجرد ضربة حظ، لكنك لم تخطئ. تحرص على أن أفراد الفريق لن يخبروا أحدا حتى تتضح الأمور أكثر. تشرع في العمل وتحاول التقاط الصوت مجددا. إنه كما هو. لا تنام وأنت تفكر في شيء يمكن أن ينتج تلك الهمهمة. تمر بضعة أيام ولا يزال ذلك الصوت على حاله. لو كان هناك شكل حياة في الفضاء يحاول التواصل معك، فمن المؤكد أنه يود إخبارك بشيء يجب فك شفرته أولا. تحلل ملفات الصوت مجددا، تحاول معرفة ما إذا كانت لغة صوتية لا تعرف عنها شيئا. تبحث عن خبيرة لغوية لعلها تفهم معنى تلك الهمهمة. تجتمع مع بقية أعضاء الفريق وأنتم تتحركون لسماع بعض الأجوبة. وبعد فترة من الزمن تعتقد الخبير بأنه قد يكون هناك شخص يود التواصل معنا، لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يود قوله هي إرسال شيء أولا. ترتب الاجتماع مع بقية أعضاء الفريق وتحاول معرفة ما الرسالة التي يمكنكم إرسالها. وبعد الكثير من التفكير والعديد من أكواب القهوة، تقرر إرسال عبارة واحدة باللغة الإنجليزية: Who are you؟ أي من أنت؟ ترسل الإشارة عبر فوياجر واحد وتنتظر أي تغيرات في الهمهمة، لكن لم يصلك شيء في الحال. قد يستغرق الأمر بعض الوقت ليصلك الرد. تنتظر طوال الليل ومع ذلك ما من شيء بعد. يبدو كأنه ما من شيء هناك في الفضاء السحيق.
طوال الأيام القليلة التالية تواصل إرسال عبارات لعلك تحصل على جواب. بما أن الفضاء فراغ مظلم فالموجات الصوتية لا يمكنها السفر عبره، لذا فإن إرسال رسائل صوتية بمكبرات صوت هائلة لن يجدي نفعا. تحدد مصدر الهمهمة وتوجه مكبر الصوت ناحيته، ومن ثم ترسل الملف الصوتي، وكل يوم ترسل شيئا مختلفا، ومع ذلك لم يصلك الرد رغم مرور أسبوع. يبدو أن الحضارة المتطورة في الفضاء السحيق ليست حقيقية. إن المناطق بين الأنظمة النجمية في المجرة ليست فارغة تماماً. هنا يوجد الوسط بين نجمي الذي يحتوي على غازات وغبار وأشعة كونية مشحونة بالطاقة. بعد أشهر من تواصل الهمهمة لا تزال مصمماً على معرفة ما يجري. تجلس هناك تتذكر متى انطلقت فوياجر لأول مرة، تذكر كيف ركضت إلى الخارج بعد اللهو بألعاب الفيديو. لم تستطع رؤيتها بوضوح بسبب أشعة الشمس الحارقة. تتسمر في مكانك ويغمرك شعور لا يصدق. تفتش عن بعض الملاحظات التي دونتها في السابق. كان الجواب أمامك طوال الوقت. بين الفينة والأخرى ترسل الشمس رشقة من الطاقة يمكن أن تتسبب في اهتزاز البلازما في الفضاء البعيد. يمكن للعلماء قياس تردد الموجات لدى اهتزاز البلازما لمعرفة مدى قربها عن بعضها البعض. وفي اليوم الذي سمعت فيه الهمهمة أتتنا بعض الترددات غير المنتظمة من الشمس. قد تكون تلك الهمهمة اهتزاز البلازما بطريقة غريبة بسبب الانفجارات الشمسية، لكن هذه الاهتزازات منخفضة التردد وتدوم لوقت أطول من القفزات والرشقات السريعة. تجري الاختبارات مجددا وتدرك بأنه ما من حضارة متطورة تحاول التواصل معك، بل هي اهتزازات سببتها الانفجارات الشمسية. تبلغ فريقك بهذا الخبر العاجل ويحتفل الجميع، لكن بعد كل هذه الاختبارات والبحوث لا تزال عاجزا عن فهم اهتزاز البلازما في الوسط بين نجمي بهذه الطريقة الغريبة. لا تزال تراودك عديد الأسئلة الملحة. سنة 2027، لقد مرت 50 سنة منذ انطلاق فوياجر 1. أنهيت أعوامك الأخيرة وتقاعدت للتو من وكالة ناسا. لديك العديد من المنح الدراسية تحت إشرافك وبرامج للشباب الذين يودون تعلم المزيد عن الفلك والعلوم. تعود إلى غرفة التحكم مجددا حيث ظننت بأنك اكتشفت عالما متطورا في الفضاء، ومن ثم تسترجع كل الذكريات الجميلة التي عشتها هناك. تودع كل شيء وأنت تعلم بأنها اللحظات الأخيرة لفوياجر. لقد ابتكرت لتدوم 50 سنة فقط، وبعدها ستكون مجرد جسم يطفو في فراغ الفضاء البعيد. إنه لأمر مدهش معرفة بأنها أبعد جسم صنعه الإنسان على وجه الأرض، لكن حان الوقت لتسمح للآخرين بأن يحلوا مكانك. تطفئ الأنوار وتغلق الباب. تطلق فوياجر صافرتها الأخيرة قبل أن تنغمس في الصمت المطبق إلى الأبد. صورتان تتغيران بسرعة أمام عينيك، كوكبنا الضخم والفراغ الأسود. صورة الأرض تصبح أصغر فأصغر، تطير بعيدا عن سفينة الفضاء إلى فراغ لا نهاية له، ولا تعرف ماذا تفعل بعد ذلك. تحلق محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. يعد السير في الفضاء أمرا روتينيا لرواد الفضاء الذين يعملون هناك، وقد أمضى رواد الفضاء أكثر من 11,000 ساعة هناك حتى يومنا هذا. ولحسن الحظ خلال كل هذا الوقت لم يطر أحد بعيدا إلى الفضاء الخارجي دون أن يعود كما رأينا في الأفلام. لكن لسوء الحظ يواجه رواد الفضاء مخاطر أخرى لا تقل فظاعة أثناء السير في الفضاء. وقعت إحدى هذه الحوادث في عام 1966. ارتدى يوجين سيرنان حزام طيران وانطلق إلى الفضاء الخارجي لإجراء بعض أعمال الإصلاح. ارتفعت حرارة حزام الطيران الذي يساعد رائد الفضاء على التحكم في الطيران في حالة انعدام الجاذبية. ارتدى يوجين بنطالا واقيا خاصا مصنوعا من المعدن لحماية نفسه من هذه الحرارة. لم تنجح حماية البنطلون عندما ذهب إلى الفضاء الخارجي، وبدلا من توجيه الحرارة بعيدا عن جسده بدأت حرارة البنطال في الارتفاع. كانت البدلة ثقيلة وغير مريحة مثل درع الفارس، فكانت تحتك بجلده وتقيد حركته.
يعد العمل في ظل انعدام الجاذبية أمرا صعبا للغاية من الناحية الجسدية، ولكن كان على يوجين أيضا أن يتعامل مع ارتفاع درجة حرارة بدلته بالكامل في ذلك اليوم. داخل بدلة الفضاء شعر وكأنه في حمام ساخن. تسببت درجات الحرارة المرتفعة والعمل الشاق في إصابته بالإرهاق والجفاف وفقدان الوزن الشديد. كان وجهه يتصبب عرقا وأعمته قطرات العرق. خلال سيره في الفضاء فقد رائد الفضاء حوالي 6 كيلوغرامات من وزنه. جاء رواد فضاء آخرون لإنقاذه وأعادوه إلى مركبته الفضائية، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة قاموا برشه بالماء البارد من خرطوم. للخروج إلى مساحة مفتوحة ضخمة لا متناهية يجب على رائد الفضاء أن يرتدي بدلة بمثابة قفص للجسم. حدثت حادثة خطيرة أخرى في عام 1973. ذهب رائدا الفضاء بيت كونراد وجو كيروين إلى الفضاء الخارجي لإصلاح جناح شمسي في محطة سكايلاب الفضائية، ولم يتحرك الجناح، وحاول رواد الفضاء تحريكه يدويا باستخدام القوة. أداروا الجناح العالق لكنه دفعهم. كان الدفع قويا جدا لدرجة أنه ألقى رائدي الفضاء بعيدا. لم يتمكنوا حتى من التشبث بسطح قريب وقذفوا بعيدا إلى الفضاء الخارجي، ولحسن الحظ كان لديهم كابلات أمان منعتهم من الطيران إلى الأبد، ومن خلال الإمساك بهم عاد رواد الفضاء إلى بر الأمان. تحتوي بدلة الفضاء الحديثة العادية على أكثر من 10 طبقات واقية. مثل هذه البدلة تحمي من درجات الارتفاع والانخفاض الشديدين في الحرارة. إنها مقاومة للتمزق ولا تتسرب إليها الرطوبة من الخارج. هذه الحماية ضرورية لمنع انخفاض الضغط. إذا ظهر منفذ صغير بين جسمك والفضاء فسيبدأ كل الأكسجين بالخروج من بدلة الفضاء. كلما فقدت البدلة المزيد من الأكسجين زاد التفريغ بداخلها، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الاختناق وزيادة حجم الجسم. يبدو الأمر كما لو أنك بدأت بالانتفاخ من الداخل. في عام 2007 صعد ريك ماستراتشيو إلى الفضاء الخارجي للقيام ببعض أعمال الإصلاح. لسبب ما كان هناك ثقب في قفازه الأيسر بجوار إبهامه، كان على الطبقة الخارجية للقفاز. ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن رائد الفضاء لم يلاحظ ذلك وواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث. لكن طبقة واحدة تالفة يمكن أن تدمر الطبقة الثانية، والثانية يمكن أن تمزق الثالثة، وهكذا حتى وصل التفريغ إلى جلد رائد الفضاء. كان من المفترض أن يعمل ريك 6 ساعات في الفضاء الخارجي، ولكن خلال الساعة الرابعة لاحظ الضرر في بدلته الفضائية. أبلغ رائد الفضاء قيادته بذلك وتلقى أمرا عاجلا بالعودة إلى السفينة، ولم يعرف أبدا كيف ظهر ذلك الثقب. يوجد داخل محطة الفضاء الدولية العديد من المواد الكيميائية اللازمة للعمل في الفضاء. على سبيل المثال تمتلك الأمونيا خاصية تجميد أي سطح تقريبا. يستخدم هذا الصقيع الكيميائي لتبريد بعض مكونات المحطة أثناء ارتفاع درجة الحرارة. إن تسرب هذه المادة إلى محطة الفضاء الدولية أمر مستحيل عمليا، وهذا بالضبط ما سمعه رائد الفضاء روبرت كوربيم من الخبراء أثناء التدريب قبل رحلته الأولى إلى الفضاء. لكن هذا الحادث وقع له أثناء سيره في الفضاء لأول مرة عام 2001. كان روبرت يعمل خارج المحطة الفضائية عندما بدأ تسريب الأمونيا. تناثر السائل على جميع أجزاء بدلته الفضائية. طبقة سميكة من الجليد غطت الزجاج بسرعة. لم يستطع روبرت رؤية أي شيء. كان يخشى أن يكون قد سبب عطلا في شيء ما، لكن الحادث لم يكن خطأه. عملت الطبقات الواقية لبدلة الفضاء على حماية روبرت من التجمد، لكن الأمونيا قيدت حركته بشدة. وكانت المشكلة الرئيسية أنه لم يتمكن من العودة إلى السفينة. يمكن أن تصل الأمونيا إلى المحطة، وقد يؤدي ذلك إلى حالة طوارئ. كان على روبرت أن يقف في الفضاء الخارجي لمدة 1.5 ساعة وينتظر انتهاء التسرب، وبعد ذلك عاد بنجاح إلى المحطة. لكي ندرك مدى صعوبة العمل في الفضاء الخارجي، علينا أن نفهم ما هي البدلة الفضائية. إنها تزن 280 رطلاً، وهو ما يعادل وزن دراجة هوائية. لن تشعر بوزنها في حالة انعدام الجاذبية، لكنها ستجعلك تتعرق. وقد وصفها رائد الفضاء كريس هادفيلد بقوله إن كل حركة داخل بدلتك الفضائية تواجه مقاومة. تخدش البدلة جلدك وتضغط على عظامك ومفاصلك وتجبرك على بذل ضعف الطاقة للقيام بحركات بسيطة.
في مثل هذه الظروف تبدأ في التعرق وتبلل عيناك. تتطاير هذه الرطوبة داخل الخوذة وتعميك حتى تتبخر، ولكن إذا كان هناك الكثير من الرطوبة فقد يهدد ذلك حياة رائد الفضاء. حدثت مثل هذه الحادثة في عام 2013 مع رائد الفضاء لوكا بارميتانو. ذهب لوكا إلى الفضاء لقياس شيء ما خارج المحطة، وفي لحظة ما شعر أن مؤخرة رأسه كانت مبللة، وأبلغ الآخرين بذلك وحصل على أمر بالعودة إلى المحطة. عندما عاد لوكا كان عليه أن ينقلب رأسا على عقب، وبمجرد أن فعل ذلك تدفقت المياه إلى خوذته، غطت معظم وجهه. لم يستطع لوكا أن يرى أو يسمع. حاول الإبلاغ عن المشكلة إلى القاعدة لكن الماء غطى فمه، ولحسن الحظ أنقذه زملاؤه وساعدوه على العودة إلى المحطة. عندما فتحوا الخوذة انسكب منها ما يقرب من لترين من الماء. تعد كابلات رواد الفضاء من أكثر وسائل الحماية أمانا ضد الطفو بعيدا في الفضاء، ولكن ماذا لو تحطم أحدها بسبب دفعة قوية أو لأن رائد الفضاء لم يصلحه جيدا؟ لمزيد من الحماية توجد حقيبة ظهر تسمى السيفر. إنها مثل حزام الطيران، يطلق الغاز من الأنابيب الصغيرة ويغير اتجاه رحلتك. إذا كنت تتجول في الفضاء فإن تطبيق سيفر يتوقف ويضبط حركاتك. يمكنك التحكم اليدوي والطيران باستخدام عصا التحكم الخاصة. تم استخدام السيفر لأول مرة في عام 1994، ولكن قبل أن يقوم المهندسون بإنشائه كانت هناك وحدة المناورة المأهولة MMU. في عام 1984 استخدمها رائد الفضاء بروس ماككاندلز لأول مرة. ربما تكون قد شاهدت هذه الصورة الشهيرة حيث يطفو في الفضاء الخارجي بدون كابل. كانت المشكلة أن بروس كان أول من قام باختبار حزام طيران كهذا، ولم يكن متأكدا بنسبة 100% من أن الأمر سينجح. لقد ذهب إلى الفضاء الخارجي وفصل الكابل عن نفسه. لم يكن هناك شيء آخر يمنعه من الطيران إلى الهاوية السوداء لا نهائية، ولن يتمكن فريقه من إنقاذه. تخيل كم كان الأمر مخيفا. لحسن الحظ نجح حزام الطيران، ومع ذلك بعد 3 مهمات قررت ناسا التوقف عن استخدام MMU لأنها كانت غير آمنة. بعد ذلك اخترع المهندسون نظاما أكثر أمانا. تعد أحزمة الطيران والكابلات أنظمة أمان موثوقة، ولكن أفضل حماية لرائد الفضاء في الفضاء هي مهاراته. يحصل كل رائد فضاء على 6 سنوات من التعليم العالي وعدة سنوات أخرى من التدريب. إنهم يقضون ساعات طويلة في التدريب على الواقع الافتراضي باستخدام محاكاة السير في الفضاء. إنهم يدربون أجسادهم وعقولهم وقدرتهم على التحمل، لأن أهم ما عليهم فعله في المواقف الخطيرة في الفضاء هو عدم الذعر والحفاظ على هدوئهم. الكويكبات ليست نادرة على كوكبنا كما نعتقد، فهناك حوالي 17,000 منها تزورنا كل عام. ربما تكون قد رأيت أحدها على الأقل في حياتك. على سبيل المثال، إذا رأيت نجما شهابا، ذاك الذي يترك هذا الذيل اللامع وراءه أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للأرض. بالطبع يبدو جميلا فقط في السماء، أما إذا وصل إلى الأرض فستكون العواقب وخيمة. لحسن الحظ بالنسبة لنا على الأقل ينفجر معظمها على ارتفاع 30 إلى 50 ميلا فوق السطح، وذلك لأن كتلتها صغيرة جدا لتحمل هذه الرحلة حتى النهاية. لذلك لا يزال معظمها غير ضار بالنسبة لنا، لكن لا ينبغي أن نقلل من شأنها. لنبدأ بالأصغر منها التي يبلغ ارتفاعها من 1 إلى 3 أقدام، وهي في مثل حجم الإنسان تقريبا. إنها أصغر من أن تسبب أي ضرر حقيقي، وغالبا ما تنفجر في الغلاف الجوي دون أن تصل إلى طبقاته السفلية، لكن في الوقت نفسه ترش أطنانا من الطاقة على سطح الأرض في كل مرة. أما الكويكبات التي يبلغ ارتفاعها 13 إلى 15 قدم، وهي تقريبا في مثل ارتفاع الزرافات وحيوانات الماموث، فتأتي إلينا في كثير من الأحيان بمعدل أقل من 1.5 مرة، ومثل سابقاتها لحسن الحظ لا يشكلون تهديدا خطيرا علينا، لكنهم ينثرون أيضا المزيد من الطاقة. وهناك كذلك كويكبات يبلغ ارتفاعها 30 قدما، فهي في ارتفاع مبنى مكون من 3 إلى 4 طوابق، وتزورنا تلك 1 كل 10 سنوات. والآن نحن نتحدث بجدية. إنها تلقي بموجة يمكنها أن تدمر مدينة بأكملها. أعتقد أنك تفهم كيف ستكون العواقب وخيمة إذا لمس هذا الكويكب الأرض.
ويوجد بعضها بارتفاع 65 قدما، وهو ارتفاع مبنى متعدد الطوابق، وهذا النوع يحب زيارة الأرض مرة كل 60 إلى 70 سنة. بشرى سارة، تنفجر هذه النوعية على ارتفاع 12 ميلا فوق سطح الأرض، ويمكن أن تدمر طاقتها المنبعثة منطقة بأكملها إذا لمست الأرض. خبر سيء، لقد زارنا مثل هذا الكويكب مؤخرا، وكانت العواقب وخيمة جدا. حدث كل هذا في مدينة تسمى تشيليابينسك في 15 من فبراير عام 2013. في حوالي الساعة 9:29 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تباطأ هذا العملاق في الغلاف الجوي للأرض، ثم انقسم إلى قطع صغيرة على ارتفاع 14 ميلا ونصف فوق الأرض، ثم طارت هذه القطع في اتجاهات مختلفة، فحطمت النوافذ في جميع أنحاء المدينة وألحقت أضرارا في العديد من المباني، بما في ذلك منازل الناس والمدارس وغيرها. استغرق الأمر بعض الوقت لإصلاح كل شيء، وكان حجم هذا الدمار خطيرا للغاية، ونتيجة لذلك كان هناك 1615 جريحا. لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات خطرة، على الأقل نحن بأمان في الوقت الحالي. قد يأتي الكويكب التالي من هذا النوع فقط في السبعينيات والثمانينيات من القرن التالي، ولا أحد يعرف المكان الذي سيهبط فيه بالضبط. لننتقل الآن إلى النقطة التالية. 300 قدم، هذا هو ارتفاع تمثال الحرية مع قاعدة التمثال، ويمكن رؤية هذا العملاق كل 4500 عام، وهذا هو أول كويكب في قائمتنا قد يصطدم بالأرض. العواقب وخيمة، ليس فقط قد يهدم مدينة بأكملها، ولكن يمكنه أيضا إشعال النار في المناطق المجاورة. حسنا، حتى أن بعض الناس شاهدوا مثل هذه الأرض النيزكية على كوكبنا. فنيزك تونغوسكا سيء السمعة هو أكبر كارثة كويكب شهدها الناس على الإطلاق، وحدث كل هذا في 30 من يونيو عام 1908 في شرق سيبيريا. كان النيزك ساطعا للغاية مثل الشمس الثانية، وشعر الناس بموجة حر عندما اقترب من الأرض وانفجر بالقرب من النهر. لحسن الحظ كانت المنطقة بأكملها محاطة بالغابات الثلجية التايغا، ولم تكن هناك مدن كبيرة قريبة، ولكن حتى هناك دمر على الفور الكثير من الأشجار، واندلعت حرائق الغابات الخطيرة، وسمع الناس صوت الانفجار على بعد مئات الأميال. أما على بعد عشرات الأميال فقد تحطمت جميع نوافذ المنزل، واستمرت العاصفة المغناطيسية التي نتجت عن هذا الاصطدام لخمس ساعات كاملة. كانت العواقب وخيمة حقا، ولكن ربما هذا ليس أسوأ ما ينتظر البشرية. 99,942 أبوفيس، يبلغ 1215 قدما، إنه أكبر قليلا من برج إيفل. سيكون هذا النيزك كما اكتشف العلماء في عام 2013 ضيفنا التالي على كوكب الأرض. تحدث اصطدامات بهذه القوة مرة واحدة كل 100,000 عام، وهذا هو أحدها، يقترب تدريجيا منا. قوة مثل هذا الانفجار تعادل قوة الانفجار الكارثي لبركان كراكاتوا في عام 1883. ويعتبر هذا الثوران من أكثر البراكين تدميرا في التاريخ. لقد تسبب في حدوث تسونامي رهيب دمر بالكامل 165 مدينة ومستوطنة، وأصيبت 132 أخرى بأضرار جسيمة. يمكن أن يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بعواقب هذا الانفجار إلى حد ما على الأقل. مثل هذا الكويكب يترك فوهة يبلغ طولها 3.5 ميل، وهذا ما سنواجهه في المستقبل البعيد. لكن اهدأ، لا داعي للذعر بعد، فبحلول عام 2070 سيكون النيزك على بعد 174 مليون ميل تقريبا من الأرض. لا يزال أمامه رحلة طويلة جدا، لذلك نحن في أمان لما لا يقل عن 100 عام أو حتى أكثر. إلى جانب ذلك، قد سبق ونجا كوكبنا مما هو أسوأ. 3,280 قدم، هذا أعلى من أطول برج في العالم، وهو برج خليفة في دبي. تحدث مثل هذه الاصطدامات مرة كل 500,000 سنة. لسنا متأكدين متى حدث مثل هذا الاصطدام في المرة الأخيرة. 70% من كوكبنا مغطى بالمياه، فإذا سقطت هذه النيازك في المحيط فسيكون من الصعب للغاية العثور على آثارها، لكن يمكننا أن نتحمل العواقب المحتملة. كانت الموجة قد اجتاحت نصف الكرة الأرضية بأكمله، وكان قطر الحفرة حوالي 9 أميال، وهي كارثة مكتملة الأركان.
حدث ذلك آخر مرة بهذه القوة منذ 26 إلى 28 مليون سنة، كان ثورانا لبركان لاغاريتا الذي يقع في جنوب غرب كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. كان أحد أقوى الظواهر البركانية العملاقة المعروفة في التاريخ، وخلال هذا الثوران الوحشي تم تدمير جزء كبير من ولاية كولورادو الحالية. لا يزال العلماء غير متأكدين من مدى انتشار الرماد، لكن كان هناك نيزك أكبر في تاريخ البشرية، وكانت عواقب هذا الحدث لا رجعة فيها بالنسبة لنوع كامل من الحيوانات. أعتقد أنك تعرف ما أتحدث عنه. نيزك تشيكتشولوب، وهو الشيء الذي قضى على الديناصورات من على وجه الأرض. حدث هذا منذ حوالي 66 مليون سنة. تحدث مثل هذه الاصطدامات بشكل عام مرة واحدة كل 500 مليون سنة. كان ارتفاع نيزك تشيكتشولوب 12.4 ميل. إنه عملاق لدرجة أنه عندما يلامس الأرض يمكنه أن يصل إلى طبقة الستراتوسفير، حتى بالنظر إلى فوهة البركان التي يبلغ قطرها 124 ميلا والتي خلفها هذا النيزك. يمكنك أن تفهم مدى ضخامة ذلك النيزك. عندما اصطدم بالأرض تم إطلاق ملايين الأطنان من الطاقة. هذه كارثة لا يمكن تصورها. سقط بزاوية شديدة الانحدار مكونا سحابة عملاقة من الغبار والمواد الكيميائية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. يحتوي هذا الغبار على طبقة رقيقة جدا، ولكن كتلته أيضا تبلغ 50 تريليون طن. اجتاحت موجة الصدمة الكوكب بأسره وتسببت في عدة زلازل، وبدأت البراكين في الثوران بنشاط، واندلعت حرائق الغابات في كل مكان في جميع أنحاء العالم. كمية السخام وأول أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي آنذاك لا يمكن تقديرها. كانت الأرض محجوبة تماما عن الشمس لعدة أيام، وساد الظلام في جميع أنحاء الكوكب. لا تستطيع النباتات إنتاج ما يكفي من الأكسجين، لذلك لم يكن هناك ما يمكن تنفسه، وانخفضت درجة الحرارة في القارات والمحيطات من متوسط 50 إلى 90 درجة فهرنهايت. يبدو هذا مروعا، أليس كذلك؟ وبالطبع تسبب في واحدة من أعظم حالات الانقراض في تاريخ المحيط الحيوي للأرض. بشكل مثير للدهشة، كانت الأرض قادرة على التعافي بعد هذه الكارثة. أصبح هذا الحدث هو الحد الفاصل بين حقبة الحياة الوسطى والحقبة الحديثة. لذا الآن أولئك الذين تساءلوا كيف يمكن أن يدمر نيزك صغير كل الديناصورات في الكوكب؟ ربما يفهمون الإجابة. ربما لم يكن أكبر اصطدام في تاريخ كوكبنا كله تصادما مع نيزك، ولكن مع كوكب بأكمله. حدث هذا منذ عدة بلايين من السنين. ثيا كما يطلق على هذا الكوكب القزم المفترض، حيث تحطم في أرضنا وأطلق كمية لا تضاهى من الطاقة، فقط الكوادريليونات من الوقود. ثم تحولت الأرض على الفور إلى كتلة نار عملاقة، وكان هذا الاصطدام هو الذي أدى إلى تكوين القمر. كل هذا يبدو مرعبا، أعرف، لذلك دعونا نأمل فقط ألا نرى أنا وأنت أي شيء كهذا. تخيل التحليق بمركبة فضائية في سحابة من الكويكبات بسرعة ساحقة، تتجنب كويكبا وكويكبا ثانيا، ومن ثم تضغط على دواسة البنزين بقوة وتصطدم بكويكب بسرعة ساحقة عمدا. هذا ما ستفعله وكالة ناسا في المستقبل القريب. ستبدأ المهمة برمتها في قاعدة القوات الجوية فاندنبرغ في كاليفورنيا في 24 من نوفمبر، لنتابع المهمة خطوة بخطوة. حسنا، صاروخ التعزيز فالكون 9 على منصة الإطلاق. إنه بطول مبنى من 22 طبقا أو 11 زرافة، ويمكن أن يحمل وزن 8 أطنان من الحمولة إلى المدار. لذا يمكنك إرسال فيل ضخم إلى الفضاء وتزويده بالمدخرات الغذائية أيضا. يبدأ العد التنازلي. 3 2 1. إطلاق. ظهرت سحب من الدخان في كل مكان، وبدأ الصاروخ يقلع في الجو. تعمل 9 محركات بأقصى قوتها لزيادة سرعة الصاروخ، وفي ذروتها يصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت 10 أضعاف. ومن ثم تتوقف المحركات عن العمل، وتنفصل القطعة الأولى من الصاروخ لتعود إلى الأرض. وبعد بضع ثوان تتلقى القطعة الثانية أوامر بالتشغيل، فتشغل محركا واحدا وتصعد إلى ارتفاعات شاهقة ناحية المدار. وبعدها تفتح كبسولة الحمولة وتطلق المركبة الفضائية دارت، وترمز كلمة دارت إلى اختبار تغيير مسار الكويكب المزدوج. وما أن تنطلق المركبة حتى تنفتح لوحتان شمسيتان من الحجم الكبير.
ستحولان الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية لتشغيل المحرك الأيوني المتطور. تخلق المحركات التقليدية قوة دفع عبر حرق أطنان من الوقود وتوجيهه إلى الخارج، ويدفع الصاروخ في حد ذاته بالأساس الغازات المنبعثة. أما المحرك الأيوني لن يحرق الوقود، سيستعمل حقلا كهربائيا قويا لتسريع الغازات المؤينة، وعلى غرار الصواريخ التقليدية سيطلق هذا الغاز ويخلق قوة دفع عبر طرده. ورغم أن محرك الأيونات ينتج قوة دفع أقل، إلا أنه قادر على زيادة سرعة المركبة الفضائية إلى مستويات هائلة. محركات الصواريخ التقليدية أداؤها ممتاز على الطريق، فهي تسير بسرعة جنونية وتحرق الكثير من الوقود، بينما يزيد المحرك الأيوني من السرعة ببطء. لكن حينما يحتاج الصاروخ التقليدي إلى التوقف للتزود بالوقود، ستمر بجانبه المركبة الفضائية بمعدلات سرعة جنونية. لذا ستبدأ المركبة الفضائية دارت رحلة تدوم سنة كاملة. للمقارنة، ستستغرق رحلة إلى المريخ حوالي 7 أشهر. وبعد سنة كاملة، ها قد وصلنا. أطلق على هذا الكويكبي تسمية ديديماس. أبعد نقطة عن مداره هي وحدتان فلكيتان عن نجمنا، أي حوالي ضعفي المسافة من الأرض إلى الشمس. في هذه المرحلة تبدأ الشمس في سحب الكويكب إليها، ومن ثم يقترب من أقرب نقطة له إلى شمسنا، أي بعد الأرض عن الشمس. وهنا يقترب مداره من مدار كوكبنا. وصل ديديموس إلى أقرب نقطة له إلى الأرض على مسافة 7.8 مليون كيلومتر، أي أبعد ب20 مرة من مدار القمر. سيستغرق 770 يوما ليتم دورة كاملة حول الشمس. لذا لا يعد ديديموس كويكبا خطيرا، لكنه في المستقبل سيقترب من الأرض أكثر، وستكون عواقب الاصطدام كارثية نظرا لحجمه الكبير. إنه أكبر من مبنى إمباير ستيت مرتين، ويدور بمعدل دورة واحدة كل 2:15. إنه يتمتع بمستويات هائلة من الطاقة. زيادة على ذلك، لديه كويكب رفيق. إنه صخرة صغيرة بعرض 160 متر، وهو أشبه ب12 حافلة مدرسية أو 10 عربات قطار. إن دورته المدارية، أي الوقت الذي تستغرقه الصخرة للقيام بدورة كاملة حول الكويكب، تعادل 11.9 ساعة. تعتقد وكالة ناسا أن الكويكبات بقطر 25 مترا قد تحترق بالكامل في غلافنا الجوي بسبب قوة الاحتكاك مع الهواء، لذا فإنها ليست خطيرة. أما الكويكبات بقطر يتراوح بين 25 مترا و 800 متر لن تحترق بالكامل، ويمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة. والكويكبات بقطر يتجاوز 1.5 كيلومتر قادرة على تدمير المدن الكبرى أو حتى ولايات بحالها. لذلك يمكننا أن نعتبر ديديموس خطيرا. لذا سنجرب طريقة واحدة للدفاع عن أنفسنا من هذا الكويكب، الاصطدام الحركي. لهذا السبب أرسلنا مركبة دارت إلى هناك. ستصطدم مركبتنا بمرافقه الصغير. تسير دارت في اتجاهه بسرعة 6.6 كيلومتر في الثانية. بمثل هذه المعدلات من السرعة، ستستغرق رحلة من نيويورك إلى العاصمة واشنطن أقل من 1 دقيقة، ورحلة حول الولايات المتحدة من الساحل إلى الساحل ستستغرق 10 دقائق. تقترب دارت أكثر فأكثر. 3 ثوان قبل الاصطدام. 2، 1، اضرب. اصطدمت المركبة الفضائية بالكويكب بسرعة ساحقة. ماذا تتوقع أن يحدث؟ هل سينفجر الكويكب إلى قطع صغيرة؟ أو أنه سيحلق بعيدا عن الكويكب الأساسي ناحية الفضاء السحيق ككرة البلياردو؟ حسنا، توقع العلماء بأن هذا الاصطدام سيخفض من سرعة الكويكب الصغير بجزء في المئة، لكن سيكون ذلك كافيا لتخفيض دورته المدارية بضع دقائق، وسيتمكن التلسكوب على الأرض من دراسة تأثيرات الاصطدام بالتفصيل. ولتعلم المزيد، سنرسل مركبة فضائية أخرى إلى ديديموس في مهمة جديدة. هذه هيرا، ستطلق في الفضاء في سنة 2024، ويفترض منها الوصول إلى ديديموس في سنة 2027 تقريبا. ستحمل المركبة الفضائية مجموعة من معدات البحوث لتقييم نتائج الاصطدام بسبب دارت. حينما تصل إلى هناك، ستلتقط هيرا صورا للكويكب الصغير بما في ذلك الفوهة الجديدة جراء الاصطدام. ستحمل أيضا 2 من كيوب سات، وهذه مسابير مصغرة أصغر من علبة الحذاء.
ستطلق هذه الأقمار الصناعية المصغرة وتقترب أكثر حتى من الكويكب. ستعمل هذه الأجهزة على دراسة الصخرة الفضائية بين 3 إلى 6 أشهر، وفي نهاية المهمة سيحاول أحدهما الهبوط على سطح الكويكب للتعرف على المزيد من مكوناته وبنيته الداخلية. من الممكن أيضا أن تحمل مركبة هيرا متصادما. سيقوم هذا الجهاز بخلق اصطدام ثاني مع الكويكب، ومن ثم سيتمكن العلماء من تقييم الفرق في الاصطدامات بين مركبة كبيرة ومركبة صغيرة، وسيفهمون كيف يمكننا الدفاع عن كوكبنا من الكويكبات في المستقبل. من الناحية الافتراضية لا نحتاج إلى إرسال صاروخ عملاق إلى كويكب خطير لتدميره. قد تكون ضربة خفيفة كافية لتغيير مسار الكويكب. على السلم الكوني، إن تغير المسار بشكل طفيف ستتغير بشكل كبير الوجهة النهائية للكويكب. إن الاصطدام الحركي ليس الطريقة الوحيدة للتعامل مع الكويكبات الخطرة. إليك جرار الجاذبية. سنحتاج لتطبيق هذه التقنية إرسال مركبة فضائية في اتجاه الكويكب، لكنها لن تصطدم به، يجب أن تدخل مداره فقط. لكل كويكب قوة جاذبية، وسيسحب المركبة الفضائية في اتجاهه، لكن محركات المركبة الفضائية ستواصل الحفاظ على الارتفاع ذاته، لذا سيبدأ الكويكب في جذب المركبة الفضائية. تعد هذه الطريقة موثوقة بما يكفي، لكنها ستستغرق وقتا طويلا، وستنجح فقط إن رصدنا كويكبا خطيرا قبل سنوات من وصوله إلى الأرض. ينبغي أن يتاح لنا ما يكفي من الوقت لإرسال مركبة فضائية إلى الكويكب، ومن ثم تطبيق تقنية جرار الجاذبية. الخيار الثالث هو أشعة الليزر. حينما نعثر على كويكب يجب أن نوجه أشعة ليزر قوية ناحيته. سيسخن نقطة معينة من الكويكب ويتسبب في تبخر المادة في ذلك المكان، وهنا يأتي دور الفيزياء. ستتبخر المادة في الكويكب إلى فوق، مما سيدفع الكويكب إلى الأسفل، وعلى غرار عمل محركات الصاروخ ينطلق الوقود المحترق في اتجاه، بينما تتحرك المركبة الفضائية في الاتجاه الثاني. يمكننا أيضا استعمال الطاقة الشمسية بدلا من أشعة الليزر. لفعل ذلك يجب أن نبني محطة فضائية كبيرة سيتم تجهيزها بالعديد من العدسات المكبرة. هل حاولت من قبل حرق رسائل على سطح خشبي بعدسة مكبرة؟ سنفعل الشيء ذاته مع الكويكب في هذه الحالة. يجب أن تركز المحطة الفضائية الكثيرة من الأشعة الشمسية في نقطة واحدة على الكويكب، ومجددا ستتبخر المادة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وسيتسبب ذلك في تغيير مسار الكويكب قليلا حتى يحلق عبر كوكبنا دون دخول غلافنا الجوي. وماذا عن ورق الألومنيوم؟ صحيح، يمكننا تجنب الاصطدام بالكويكب باستخدام ورق الألومنيوم العادي. يجب أن نلف الكويكب بالمادة العاكسة، ومن ثم لن يمتص الكويكب أشعة الشمس، لكنه سيعكسها. سيخلق ذلك ضغطا طفيفا على سطح الكويكب، وبذلك ستدفع أشعة شمس الكويكب وستكون قادرة على تغيير مساره. محركات الصواريخ التقليدية خيار موثوق كذلك. يمكننا وضع محركات قوية على الكويكب لخلق قوة دفع تغير مسار الكويكب، وإن كان هناك ما يكفي من المحركات يمكننا التحكم في الكويكب حتى. لذا حينما تظهر صخرة فضائية أكبر في الأفق سنشغل المحركات ونوجه الكويكب نحوها مباشرة. يمكن لمثل هذا الاصطدام أن يدمر أكبر الكويكبات وأن يخلق لنا عرضا أسطوريا من الأنوار الساحرة في السماء الليلية.